أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا صاحب محل لبيع أجهزة الجوال، ويأتيني بعض المشترين لشراء أجهزة بالأقساط، وأنا لا أتعامل بالأقساط، ولكني أعرف صديقا لي يشتري مني حالا ويبيع مؤجلا بالأقساط، فهل يجوز لي إذا أتاني مشتر يريد شراء جوال بالأقساط أن أرسله لصديقي ثم يأتي صديقي إلي فيشتريه مني حالا ثم يبيعه على المشتري أقساطا؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز لصديقك أن يبيع عليه وهو ما عنده الجوال، يجي يأخذه منك ويعطيه إياه، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك. يا أخي إذا كان ما أنت بتبيع بالأقساط، قل أنا ما نببيع بالأقساط، خله يروح يترزق الله، يدور من يبيع عليه بالأقساط. نعم.